طبعا إدارة حماية المستهلك كإدارة تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة تطلع بمهام كبيرة في حماية حقوق المستهلكين اللي كفلت الأمم المتحدة، ومن ضمنها الحق في الحصول على السلع ذات المواصفات القياسية الجيدة والسلع غير المغشوشة أو المقلدة. إدارة حماية المستهلك اختصاصات رئيسية أيضا تعنى لديها أربع أقسام: قسم مكافحة الغش التجاري، القسم هذا يعنى بسلامة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين بشكل عام، ومن ضمنها البضائع التي تباع في الأسواق في أنها تكون سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية وغير مغشوشة وغير مقلدة. أيضا القسم هذا يعنى بسلامة السلع من أي عيوب مصنعية اللي احنا نسميه الريكولز أو الاستدعاءات، فهناك في عملية مباشرة لجميع الوكالات سواء كانت وكالة سيارات أو وكالات الأجهزة الإلكترونية في مراقبة السلع اللي تحصل لها عيوب مصنعية، ويتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون. أيضا يطلع قسم مكافحة الغش التجاري بمتابعة مثل ما قلت أنا سلامة السلع المقدمة في الأسواق. هناك أيضا قسم التراخيص النوعية يعنى بالتنزيلات والعروض الترويجية، قسم حماية المنافسة يعنى بمحاربة أي احتكارات أو إخلال بالمنافسة في البلد، وأيضا يوجد قسم التوعية الاستهلاكية. حقيقة إدارة حماية المستهلك هناك دور متصاعد ومتنامي في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة. انتهجنا أو سياستنا في مكافحة السلع هذه عبر طريقتين: طريقة متابعة السلع هذه من دخولها في المنافذ حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية، الجهات المعنية بوزارة الداخلية، أيضا الجهات المعنية في المواصفات والمقاييس. هناك لجان تنسيقية خاصة بمكافحة السلع المقلدة، وأيضا لجان تنسيقية سواء كانت قطع غيار أو كانت سلع أو أجهزة كهربائية، هذا على المنافذ. أيضا هناك رقابة لاحقة لمكافحة السلع هذه عبر تنفيذ الحملات التفتيشية المنظمة، هناك تعاون مع أصحاب العلامات التجارية في مختلف الأنشطة سواء كانت قطع غيار أو أجهزة إلكترونية أو مستحضرات العناية بالبشرة أو التجميل أو أي سلع أخرى، حيث تم رسم خارطة الطريق على ضوءها يتم تدريب الكوادر التفتيشية تقريبا كل شهر على علامة تجارية معينة وأوجه التقليد فيها، ويتم أيضا تطبيق هذه الدروس العملية أو الدروس النظرية إلى دروس عملية عبر النزول إلى الأسواق وضبط السلع هذه. هناك تعاون أيضا مع الأجهزة النظيرة في دول المجلس لمكافحة السلع هذه. يمكن أنتم لاحظتوا المعرض الدائم الموجود في الإدارة، ويمكن اللي موجود فيه فقط أشياء بسيطة لضبطيات قامت بها الإدارة. طبعا احنا الإخوان في وزارة الداخلية وتحديدا يمكن الجهات المتعاونة مع الانتربول الشرطة الجنائية تم التنسيق فيما يخص العملية هذه، وتم تحديد الهدف اللي بتكون عليه العملية، تم التخطيط له بشكل محكم، وتم ضبط تقريبا افتكر يمكن ثلاث محلات أو محلين توجد لديهم قطع غيار مقلدة. احنا نرسم أن يكون فيه عمليات أكثر في المستقبل من هالنوع، لأن عملية ضبط الأسواق محتاجة إلى جهود متراكمة ويعني جهود متواصلة. أساليب التقليد تتغير بشكل يوم، المقلدين لهم أساليب كثيرة ولهم طرق كثيرة في العملية هذه. هو أكيد سواء كنا تعاوننا مع الانتربول أو أي جهاز آخر، طبعا تجربتنا مع الانتربول تجربة كبيرة،
الهدف منها تعقيد يعني صقل مهارات الكوادر التفتيشية، أيضا معرفة يعني مدى الخبرة الموجودة للإدارة يعني بالمقارنة بالجهات الثانية. أكيد أن مثل العمليات هذه مثل ما قلت تنمي المهارات التفتيشية لدى المفتشين، تفتح عينهم على أساليب جديدة لكيفية عملية الضبط ومكافحة مثل هذه السلع.